سريعا نروح لمكان قد المقام في مشهد سوق افندي عادل امام اللي قالك انا ممثل زراعي مش مهندس زراعي. سوق افندي في مسرحيه انا وهو، وهي كان المسرحيه دي على مسرح الاوبرا. المسرحيه كتبها صاحب ساعة قلبك والفنانين المتحدين الاستاذ سمير خفاجه لروحه كل السلام، وكتبها كده وهو قاعد على قهوه بديع الصبح. وبعد كده نده عبد المنعم مدبولي وقال له يلا علشان هنعمل الكلام ده، نعمل المسرحيه الروايه دي، كان يقول لك الروايه، وودوها للسيد بدير، وكان ابطالها فؤاد المهندس وشويكار والاستاذ عادل امام طبعا مع حفظ الالقاب للجميع. وتقدمت مسرحيه انا وهو، وهي اول مره على مسرح دار الاوبرا سنه 64. وكان مسرح دار الاوبرا وما زال الحقيقه يعتبر من يعني من اهم المسارح المصريه في الوقت ده. وتقدمت المسرحيه على مسرح دار الاوبرا 3 ايام، وبعد كده اتنقلت لمسرح الهوسابير ونالت نجاح غير مسبوق. يا اولاد المجموع مش كل حاجه، يا اللي بتسمعوني مجموع الثانويه مش الثانويه العامه مش ابدا نهايه الطريق، دي بدايه الطريق، اشتغل على نفسك.